السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مراجعة القسم 5-3 المغناطيسية الناتجة عن الكهرباء للصف 12 علمي منهج دولة الإمارات العربية المتحدة العام الدراسي 2013-2014. الأسئلة 1-2-3 أسئلة نظري سهلة بسيطة. ما شكل المجال المغناطيسي الناتج عن سلك طويل مستقيم ينقل تيار كهربائي مستمر؟ على الطالب تذكر هذه الرسمة، فبيلاحظ أنه دوائر متحدة المركز حول السلك، هذه خطوط المجال المغناطيسي اللي لونه أحمر. السؤال الثاني، لماذا يكون المجال المغناطيسي داخل ملف لولبي أكبر شدة من المجال المغناطيسي خارجه؟ لاحظ الملف اللولبي مكون من عدد من اللفات، لفة أولى، ثانية، ثالثة، رابعة، خامسة، سادسة، سابعة إلى آخره. فالمجال المغناطيسي اللي بيتولد داخل كل لفة بيتضاعف مع اللفة الثانية، بينضاف لللفة الثالثة وهكذا، فلذلك بتزداد شدة المجال المغناطيسي في المركز. إذا تتضافر المجالات المغناطيسية للحلقات المتجاورة داخل الملف مما يقوي المجال المغناطيسي. 3. في الشكل المجاور فسر عدم تأثر السلك بقوة مغناطيسية من الملف الدائري. ماذا نفعل؟ ننظر إلى الشكل، نلاحظ عنا ملف دائري يمر به تيار سمى I1، سيتولد في مركزه يمر التيار المستقيم I2، فمنطبق قاعدة قبضة اليد اليمنى لتحديد اتجاه المجال المغناطيسي الناتج عن مرور التيار في الحلقة الدائرية. بتطبيق قاعدة قبضة اليد اليمنى حيث الإبهام يشير إلى اتجاه المجال وباقي الأصابع إلى اتجاه التيار المار في الحلقة أو الحلقات للملف مثل هذه الرسمة، نستنتج من ذلك هذا اتجاه المجال B1. المغناطيسي الناتج عن الملف الدائري عند نقاط السلك موازي لاتجاه التيار المار في السلك، فالزاوية ما بين B1 وI2 عبارة عن صفر، وكوساين الصفر أو ساين الصفر صفر. نتأكد ساين الصفر ويساوي الصفر. وفي أمان الله، ما تنسونا من دعواتكم.